السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذي الأعزاء، كنرحب بكم جميعا. معكم الأستاذة حليمة، أستاذة مادة الاجتماعيات الأقسام الثانية إعدادي والثالثة إعدادي والأولى بكالوريا علمي. إذا قبل ما نبدأ باش نهضر على أي حاجة، كنتمنى أنكم تكونوا بخير على خير، وتكونوا قضيتوا واحد العطلة، ما نقول سعيدة ولكن نتمنى تكون سعيدة بالنسبة للجميع في الظروف الراهنة. كنتمنى وليداتي أنني كنت تكون وحدايا هنا كيف العادة، لا اللي كيعرفوني ولا حتى بالنسبة للجدد. أنا من الأساتذة اللي كنبغي نكون يكون معايا التلميذ واجد، ويكون معايا يعني مباشرة نهضر معاه، نتناقش معاه، نتحدث معاه، نسولو يسولني، ماشي نخدم بهذه الطريقة. ولكن هذه الطريقة فرضتها علينا الظروف الراهنة اللي كيعانيها العالم كامل، ولكن هذا ما كيمنعش أنني بالفعل غنكون معاكم مباشرة، وغتكونوا معايا حتى نتوما مباشرة من خلال المنصة الإلكترونية اللي حاولت المؤسسة أنها توجدها لنا وخدمت عليها وعطتنا واحد البلاتفورم اللي كتسهل عليكم نتومايا كتلاميذ، وكتسهل علينا حنا كأساتذة باش نتواصلوا معكم بطريقة للتواصل بمرنة، واللي هي كنقدر أنك تشوفني ونشوفك، ماشي بحال الوسائل اللي كنا كنخدموا بها قبل، مع عرفتوا الظروف اللي كنا خدمنا فيها من شهر 4 وشهر 5 وحتى شهر 6. هاد البلاتفورم كتعطينا كتسهل، وفي نفس الوقت انها كنقدر ان نخدم معاك وتخدم معايا بحال حنا مباشره، بحال حنا جالسين في القسم. اذا الطريقه اشنو هي هاد البلاتفورم اللي غادي نخدموا بها، ولا الطريقه ديال الاشتغال باش عملنا صفحه، الطريقه اللي غنشتغلوا بها بالنسبه لهاد الماده ديال الاجتماعيات اللي عندك فيها ثلاثه ديال المكونين. اذا هاد البلاتفورم انني نقدر نلوح لك الدرس على شكل فيديو، ولا نخدم معاك بحال هكا مباشره في السبوره، يعني انت جالس كتسمع تشوف فيا وتسمعني بحال كنخدم معاك واحد الكور اللي هو بارتيكولي، يعني خاص مع كل واحد فيكم، ولكن هو ماشي كور بارتيكولي، حنا كنخدموا جماعة، يعني انا نقدر نعطيك السؤال وانت تجاوبني، في نفس الوقت نقدر ندير معاك الدرس، كنعطيك الشيما كتشوفها، كتشوف الطريقة ولا العناوين اللي عندنا مثلا ولا المراحل اللي غيمرها من هذا الدرس، وانا كنشرح فيها وانت متبع معايا، كنقدر نمسك لك وثائق وانت كتشوفها، لان حنا الوثائق اللي عندنا قدر نخدموا بالخرائط، نخدموا بالخط الثماني، نخدموا بجداول، نخدموا برسوم بيانية، نخدموا حتى بوثائق النصوص اللي هي النصوص. اذا هنا كنصيفط لك انا مثلا الدرس، انت انا كنشرحو وانت كتشوف بحال اللي كتشوف فيا انا دابا، كتقراه كتعاودو اللي فهمتيه، اللي ما فهمش شيء كيقدر يسولني وكنقدر انا نجاوبو. من بعد غنقدر نصيفط لك شي حاجه ديال التطبيقات، ماشي دائما حنا عندنا تطبيقات لان ماشي بحال الفيزيك والمات يعني المواد العلميه، ولكن كاين عندنا حنا التطبيقات ديالنا كتشتغل عليها، ومن بعد كتصيفط لينا الاجوبه وانا كنجلس جماعه معكم كاملين. اذا هذه هي انا غير قدمت لكم الطريقه اللي باش غنخدموا، والماده اشنو هي يا هذا الشيء كله غادي نشوفوه ان شاء الله بحول الله في الحصص اللي هي يا مقبله، اولا الفيديو اللي غنشوفوه من بعد. اذا نتمنى تكونوا بخير وعلى خير.